حضرتك الاسطول اللي هو تبع شركة النيل دوت كان جاي من بحري، كان بيفضي بضاعة وهو بيفضي بضاعة، بعد ما فضاه الساعة 8 اتحرك من المينا بتاعته الساعة 8 ونص أو 9 إلا ربع، جه هنا ماشي. طبعا الأسطول ما فيهوش نور بعد الساعة 5، ما فيهوش اللي هو يمشي في المية الساعة 5 5 ونص. اللي حصل ده حصل الساعة 8 ونص أو 9 إلا ربع.